السلام عليكم أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب العالمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد كاب كيك كربونات الصودا. وفي هذه الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجوا فيها 300 مللتر ديال الحليب، 400 غرام ديال الطحين، غادي نحتاجوا هنايا 80 مللتر ديال الزيت، وعندي هنايا 120 غرام ديال السكر، 4 البيضات، عندي هنايا فانيلا وحده، وعندي هنايا جوج باكيات ديال بيكربونات الصودا. كما كتشوفوا كنديروا حتى في الحلويات او البانكيك او الكب كيك والفانيلا اكيد. وغادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. هنايا جبت هذوك 4 البيضات ديالي، غادي نزيد عليهم سكر كما كتشوفوا، وغادي نضربهم. هاد الوصفة ما محتاجينش الطراب الكهربائي، غير الطراب اليدوي كافي بالغرض. كما كتشوفوا المقادير عندي انا مضاعفة، حيت غادي نحضر 24 حبة من الكب كيك. وانتوما تقدروا ديروا النص الا بغيتوا غير 12. غادي نزيدوا الفانيلا، كما كتشوفوا ونزيدوا الزيت. ونزيدوا الحليب. كما كتشوفوا دابا غادي نصفيو الدقيق ديالنا،
كما كتشوفوا كملت التحريك ديالو. دابا غادي نزيد عليه هاد الجوج ديال بيكربونات الصودا، جوج ساشيات، وغادي نكمل الحريك. كنقصد التحريك كما كتشوفوا. غادي نجيب الخليط ديالي ونديرو على نجيبو في هاد المول ديال الكب كيك. نحاول ما امكن نجيب في الكواغط شوفوا. كما كتشوفوا ها هو البانكيك. بدون بيكينغ باودر. ودابا ان شاء الله غادي نزينوه بالشكلات كما كتشوفوا معايا. ونزيدو عليه الحلويات. نوري لكم طريقة. خلينا نكمل وان شاء الله ونوري لكم كي كيبانوا.